هو طبيعي لما تتكلم على كأس العالم يبقى واحد من أكتر المنتخبات اللي أنت مستني تشوفها هو منتخب البرازيل، وده طبيعي يعني، ده العادي، إيه الجديد في ده؟ لكن الحقيقة يمكن قبل أيام من بداية البطولة من الواضح بشكل كبير إنه منتخب البرازيل حظ كويس جدا، لأنه معظم اللاعبين وخصوصا المهاجمين البرازيليين متألقين ومكسرين الدنيا في مختلف الدوريات، أنتوني وبداياته مع المان يونايتد ولا أروع، نيمار السنة دي مع بي إس جي حالة من التألق، رافينيا مع البارسا، فيرمينيو مع ليفر، وخيسوس مع طبعا الارسنال. هيكون معانا واحد من نجوم السامبا ونجوم منتخب البرازيل، نجم سابق طبعا لساو باولو البرازيلي ومدرب ايضا سابق لنادي كروزيرو، اوسكار برناردي، هو ضيفنا في السادسه من خلال الفيديو كونفرنس. طبعا بدايه بشكرك على مشاركتك معنا في السادسه، واهلا وسهلا بيك على شاشه الاهلي. شكرا، ده بشرف ان انا اشارك معاكم هنا اهوت البرنامج هنا اهوت في الهواء في النادي الاهلي وهنا في مصر، عندكم في مصر طبعا تاريخي، بلد تاريخيه ودوله جميله جدا، ده شرف كبير جدا هنا، وانا بشكركم جدا على اللقاء ده. واحنا شعب الحقيقه بنحب الكره، ويبقى منتخب البرازيل يمكن ليه مكانه خاصه جدا عند المصريين. وخليني ابدا بالكلام عن المنتخب، كنت بقول الحقيقه انه يمكن منتخب معظم مهاجميه في الفتره الاخيره متالقين بشكل كبير جدا مع انديتهم في اوروبا، انتوني مع اليونايتد، نيمار مع البي اس جي، خيسوس مع الارسنال، فيرمينيو مع الليفر، ورافينيا مع البارسا. هل بتشوف انه الاسماء دي قادره على قياده منتخب البرازيل لاستعاده لقب كاس العالم مره ثانيه؟ بشكل هين البرازيل عندها فرصة، آخر هجوم في البرازيل الفترة الأخيرة ممكن نقول في المنطقة بتاعت الهجوم زي أدريانو ورونالدو برضو الظاهرة، بعدين كده البرازيل خدت اللقب كاس العالم الاخير، ما جاش حد يهاجم بشكل واضح ان هو يقدر يخلص زي ما كان عندنا في السابق في الزمان. حاليا ما عندناش حد ثابت بيقدر يهاجم بشكل زي ما احنا كنا بنلعب زمان، لكن البرازيل عندها برضو عندها الحته دهيت برضو فيها نقص حد الماء زي ادريانو زي سيرجينيو وزي ناس زي لعيبه تانيين. احنا بندور على فريق اكتر اللي هو فيه وسط هجومي يبقى فيه حد ثابت في الواجهه في الهجوم. طيب خليني اكلمك عن اسم يعني، بداية ازاي بتشوف بدايات انتوني طبعا مع تين هاك في المان يونايتد، وخصوصا طبعا ان تين هاك كان المدير الفني ليه واللي اصر على استخدامه للاولد ترافورد طبعا بعد ما كان بيلعب معاه في اياكس، ازاي بتشوف البدايات وازاي يحافظ انتوني على فرصه في دوري اصعب، دوري اقوى زي الدوري الانجليزي؟ انتوني انتوني لعيب عنده مهارات وبيعرف ازاي يلعب في الملعب مع الزملاء الاخرين، وهو بيسموه شو مان زي ما انا بقول كده اهوت، عشان هو بيعرف عنده سهوله في ان هو يسيطر على الكوره، وكورة معاه في الملعب هو بيعرف يتحكم فيها وهو شايف الرؤية بشكل كامل، عارف هو ازاي يتحرك وازاي يوصل الماتش ان هو يوصل للنهائي. وهنا في سان باولو برضو في مكان بيلعب كان في زي في سان باولو هنا، انا بيتهيألي ان هو هيعمل كاس عالم ممتاز.
الكلام على طبعا نجم المنتخب البرازيلي ونجم البي اس جي نيمار، وبيقال الحقيقه في الفتره الاخيره انه علاقه نيمار ابتدت الاول بحاله توتر مع جماهير البي اس جي، ثم امتدت هكذا يعني قيل انها امتدت لغرفه الملابس، توتر علاقته بامبابي، توتر علاقته بجالتيه المدير الفني. ازاي بتشوف فرص نيمار في بي اس جي؟ وهل من وجهه نظرك الافضل ليه الاستمرار مع كتيبه جالتيه، ولا بتؤيد فكره عودته مره ثانيه زي ما ذكرت بعض التقارير لفريق البارسا؟ نيمار هو في نيمار بالحق ان هو حاليا هو فعلا اللاعب البرازيلي احسن لعيب في المنتخب حاليا. هو برضه بيجهز برضه نفسه ان صعب ان انتوا تلاقوا حد احسن منه ان هو يقدر يتحكم ويقدر يواجهه. هو فعلا هو احسن لعيب برازيلي حاليا زي ما احنا بنشوفه، لكن احنا برضه في مرات اخرى ان هو بالنسبه له ان هو يلعب كوره سهل، الموضوع ممكن حتى ما يبانش ان هو بياخد الموضوع بجد جدا، ان يعني دي حاجه بيقع وبيعمل فاول وبيحارب الاخرين بشكل استفزازي مش هتفرق. هو موضوع يعني بفترة معاه، وطبعا هو عايز يساعد البرازيل في الحتة اللي هو عايز يواجه مع بقائه في بي اس جي ام مع رحيله او عودته مرة تانية لصفوف البارسا. يعني هل بتؤيد فكرة استمراره في البي اس جي رغم حالة التوتر اللي موجودة مع كيليان امبابي، مع جالتييه، مع جمهور البي اس جي، ولا مع فكره عودته للبارسا مره ثانيه؟ في المستقبل بتاعه كلاعب في فريق او اخر، انا رايي الشخصي ان هو واسرته هما المفروض هما اللي يشوفوا ايه الاحسن بالنسبه له، احنا مش هنقدر نتدخل في النقطه ديت. بس انا في رايي الشخصي انا جاي هو ومع باسي كانوا عاملين دويتو ما حصلش يعني خرافي، اللي هو اللي بيعرف يلعب يقدر يلعب في اي حته، ما فيش حته معينه انه يتحط او فريق معين، الظروف هي نفس الظروف في فريق او في اخر. طيب يهمني كمان اسالك على تجربة روجيرو ميكالي المدير الفني اللي قاد منتخب البرازيل الأولمبي لتحقيق ذهبية ريو دي جانيرو، في الفترة الأخيرة تولى مسؤولية المنتخب الأولمبي المصري، رأيك فيه، توقعاتك لمدى نجاح تجربته مع المنتخب الوطني المصري أو المنتخب الأولمبي المصري؟ جيتو سلسو. هو بيسأل يعني عايزين تعرفوا ايه بالظبط بالنسبة لميكالي. روجيرو ميكالي المدير الفني اللي كان بيقود المنتخب الأولمبي البرازيلي حاليا بيقود المنتخب الأولمبي المصري، رأيك ايه في تقييمك ليه كمدير فني؟ وانت كنت مدير فني سابق لكروزيرو طبعا البرازيلي، وشايف ازاي قدرته على النجاح مع المنتخب الأولمبي المصري؟ خبرة كويسة جدا في الكورة حتى جوه الملعب أو حتى بره الملعب كمدرب، هو ذكي وبرضه مجتهد وبيذاكر وبيشوف الظروف وبيتأقلم على الحاجات الحديثة، الطرق الحديثة في اللعب سواء جوه الملعب أو بره الملعب. هو فعلا يعني جاهز جدا، أنا رأيي كده. أوسكار برناردي نجم ساو باولو ومنتخب البرازيل، بشكرك طبعا على مشاركتك معانا في السادسة فاصل، ونستقبل بعد الفاصل نجمنا وضيف حلقتنا النهاردة من السادسة كابتن محمد حشيش.